بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي. درس اليوم بعنوان حجم المخروط. درسنا في الحصة السابقة مساحة سطح المخروط، وقلنا مساحة سطح المخروط عبارة عن مساحة السطح المنحنى زائد مساحة القاعدة. طبعا معروف أن القاعدة بتاع المخروط قلنا المرة فاتت عبارة دائما عبارة عن دائرة. حجم المخروط هو بالضبط عشان أنت بتذاكر نفس حجم الهرم بالضبط. حجم الهرم عبارة عن ثلث ميم عين. حجم المخروط نفسه ثلث ميم عين. طب إيه اللي بيميز المخروط عن الهرم؟ ان المخروط القاعده دائما دائره، ولكن الهرم ممكن يكون شكل رباعي او ثلاثي او شكل خماسي او سداسي. طب لما اجي اشرح حجم المخروط لازم اعرف القانون بتاعه اللي هو تولت ميم عين. يبقى حجم المخروط تولت ميم عين، او حجم المخروط بيساوي تولت حجم الاسطوانه المشترك معها في القاعده والارتفاع. سؤال دائما بيجي في الامتحان اللي هو حجم المخروط الى حجم الاسطوانه، ده يبقى كام؟ 1 الى 3. لو عكسها تبقى 3 الى 1. لو جاب حجم المخروط على حجم الاسطوانه هنقول يساوي ثلث. ممكن يجيبها لي يقول لي مثلا حجم المخروط 30، عاوز حجم الاسطوانه طبعا هضربها في 3 هتبقى 90 على طول. طيب هنا لو عاوز الارتفاع بعمل ايه؟ بضرب 3 في الحجم على مساحه القاعده اللي هي مين؟ اللي هي باي دق تربيع، اللي هي مساحه مين؟ الدائره. طب لو عاوز دق تربيع بعمل ايه؟ بضرب 3 في الحجم على مين؟ على باي عين، عين اللي هي الارتفاع. هنشوف كل دوت من خلال المسائل اللي احنا هنتناولها دلوقتي. اول مساله بيقول لي رقم 1 أوجد حجم المخروط الذي طول نصف قطر قاعدته، طول نصف قطر قاعدته، طول نصف القطر اللي هو نق طبعا بيساوي كام؟ 7 سنتي. طيب وارتفاعه 24 سنتيمتر، وطبعا قال لي باي بكام؟ ب 22 على 7. طبعا يقول لي باي ب 22 على 7، ايوه بيقول لي باي ب 3.14. هو اللي بيحددها فين؟ في المساله. عشان اجيب الحجم طبعا اقول له يبقى حجم المخروط دايما لازم نكتب القانون هيساوي كام؟ ثلث ميم عين، ولكن هنا مش مديني المساحه كامله على بعض، مديني باي لوحديها ومديني نق لوحديها. يبقى مساحه القاعده اللي هي ميم بتساوي ايه؟ باي نق تربيع، يبقى ثلث باي نق تربيع مضروبه في مين؟ عين، عين اللي هو ارتفاع المخروط. يلا مع بعض واحده واحده كده، هتساوي ثلث في باي بكام؟ ب 22 على ايه؟ على 7 في نق تربيع. واحد يقول لي انا ممكن اكتب 49 على طول، خليها 7 في 7 احسن عشان هتختصر مع السبعه اللي هي في المقام. يبقى 7 في 7 في ارتفاع اللي هو مين؟ 24. واحده واحده معايا كده، على 7 فيها الواحد، على 7 فيها الايه؟ الواحد. على 3 فيها الواحد، على 3 فيها كام؟ الثمانيه. طبعا في ارقام حافظينها كتير من كتر عمليه الضرب. 22 في 7 ب 154، 154 في 8 هتلاقيها بكام؟ 1232 سنتيمتر تكعيب، لان احنا بنتكلم على الحجم. طبعا المساله ديت مباشره جدا، قانون وطبقنا فيه. طبعا لو انت مش عارف تحل المساله او الارقام تختصرها ممكن على الاله الحاسبه على طول تجيبها. طلع ان حجم المخروط بكام؟ 1232. نشوف مسألة تانية، يكون طالب حاجة تانية الارتفاع مثلا، بيقول لي أوجد ارتفاع المخروط، أوجد ارتفاع المخروط الذي طول نصف قطر قاعدته كام؟ قال لي نصف القطر هنا كام يا اولاد؟ 21. طيب وحجمه مديني الحجم المره دي، وحجمه 8000، اكتبها هنا كده 8820 باي سنتيمتر كام تكعيب. في الحاله دي ما دام مديني الحجم بدلاله باي يبقى انا مش هعوض عن باي بحاجه، لان بيقول لي ان الحجم بيساوي كام؟ 8820 باي. هو عاوز مين دلوقتي؟ اوجد الارتفاع اللي هو عين. هجيب عين من القانون من هنا اهو، عين بتساوي 3 في الحجم على مين؟ على مساحه القاعده اللي هي باي نق باي نق تربيع. يلا واحده واحده نعوض كده يا اولاد اهو، 3 في الحجم اللي هو كام؟ 8820 باي على مين؟ ها؟
باي نق تربيع، باي بكام؟ ما اديليش باي، بسيبها زي ما هي لان بدلاله باي. في نق ب 21، 21 في 21 هتساوي، المفروض ان انا في الاختصارات اكون مركز شويه. يبقى انا عملت ايه؟ ضربت 3 في الحجم على مساحه القاعده اللي هي باي نق تربيع، 3 في 8820 باي لان بدلاله باي على باي في نق في نق. انا لو ركزت كده 21 في 21 بكام؟ ب 441. لو المفروض انا طالب في صف تاسع اكون ذكي شويه، 882 على 441 فيها الاثنين، يبقى انا اركز فيها حتى لو مش معايا الاله الحاسبه. 21 في 21 ب 441، 842 ما هي عباره عن 441 و441، يبقى ال 21 مع ال 21 مع 882 فيها الاثنين والصفر حط زي ما هو. الثلاثه في كام يا اولاد؟ الباي هتروح الاول، مع الباي الثلاثه في 20 هتلاقيها بايه؟ ب 60 سنتيمتر. طبعا قلنا لو مش عارفين نختصر هعمل ايه؟ دخلها على الاله الحاسبه على طول، هضرب اهو 3 في 8820 على 21 في 21 اللي هي ب 441، طلع ان الارتفاع معايا بكام؟ ب 60 سم. يبقى شفنا مثال لو عاوز الحجم، شفت مثال لو عاوز الارتفاع، عاوزين مثال ثاني يكون طالب نصف قطر الايه؟ القاعده بتاعت المخروط. نشوف مثال ثاني بسرعه كده. طبعا الرياضيات كلها مرتبطه ببعض، هتلاقي ان حجم الهرم قريب جدا من حجم المخروط، فبالتالي لازم وانت بتذاكر تربط القوانين ببعض عشان وانت في الامتحان النهائي ان شاء الله تعرف تسترجع المعلومه. القانون ده زي ده بالظبط، بس القاعده مختلفه هنا عن هنا، يبقى انا اعرف اجيبه لو جت المساله باي شكل. رقم 3 بيقول لي ايه؟ اوجد طول نصف قاعده مخروط، عاوز نق بقى. رقم 3 اوجد طول نصف ماشي قطر قاعدة المخروط الذي ارتفاعه، مديني الارتفاع المرة دي 3 سنتي، طيب وحجمه 12.56. طبعا قال لي ان باي في الحاله دي بتساوي كام؟ 3.14%. احنا قلنا لا اما يديني باي ب 22 على 7 لا اما يديني باي ب 3.14%. عاوز مين؟ عاوز نصف قطر القاعده اللي هو نق، اللي هو ايه؟ نق من القانون على طول. مش انت بتقول لي ان الحجم بيساوي ها كام؟ ثلث ميم عين، اللي هي باي نق تربيع عين. انا عاوز مين دلوقتي؟ عاوز نق تربيع. هضرب 3 في مين؟ في الحجم على باي ايه؟ على باي عين. يبقى اقول له نق تربيع مش نق. طالب يركز، ما فيش واحد يجيب لي نق تربيع ويسيبها، مش هيلاقيها في الاجابات اخر السنه، لا انا هجيب نق تربيع واجيب لها الجذر التربيعي بعد كده. يبقى نق بتساوي 3 في الحجم على مين؟ على باي عين. باي ايه؟ عين. يلا نعوض مع بعض كده يا اولاد. 3 في الحجم اللي هو 12.56 على مين؟ باي. باي بكام يا مستر؟ 3 ب 14 في عين قال لي ب 3 ايه؟ ب 3 سنتي. لو ركزت معايا واحده واحده كده الثلاثه هتختصر مع الثلاثه. في ارقام حفظناها كتير قوي اهو، 3 ب 14 لو ضربتها في 4 تبقى كام؟ 12.56. يعني اقول على 3 ب 14 فيها الواحد، على 3 ب 14 فيها كام؟ 4. يعني اذا نق تربيع بتساوي 4 ايه؟ سنتي. بس انا مش عاوز نق تربيع، انا عاوز نق بس اللي هي نصف القطر. اقول له يبقى اذا نق هتساوي الجذر التربيعي لمين؟ ل 4 اللي هو بتساوي 2 ايه؟ 2 سنتي. بسيطة جدا وسهلة، ما فيش فيها أي حاجة، شوية تركيز بسيط جدا هتلاقي أي مسألة بإذن الله سهلة معاك. نشوف مسألة تانية كده بسرعة. يبقى لا إما بيطلب مني الحجم، لا إما بيطلب مني الارتفاع، لا إما بيطلب مني مساحة القاعدة أو نصف قطر القاعدة، أي حاجة منها. هنشوف مسألة مثلا دلوقتي طالب المساحة القاعدة كلها على بعض، مش طالب مين؟ نق. بيقول لي رقم 4 مثلا، أوجد مساحة قاعدة المخروط، أوجد مساحة قاعدة المخروط ماشي الذي حجمه 100 سنتيمتر كام تكعيب، طيب وارتفاعه 10 سنتي،
تيجي مسائل بسيطة زي دي كده على طول بيقول لي إني المخروط حجمه 100 سنتي ارتفاعه كام؟ 10. عاوز مين؟ عاوز مساحة القاعدة. طبعا مش هتعامل مع القانون اللي هو تلت باي نق تربيع عين. ليه؟ لان في الحالة ديت عاوز اجيب مساحة القاعدة كلها على بعض. هقول له مش انت بتقول لي ان الحجم بيساوي تلت ميم عين؟ مش هعوض عن ميم هنا في الحالة دي باي نق تربيع. انا عاوز مين؟ انا عاوز ميم. يبقى اضرب تلاتة في الحجم على مين؟ على طول يا ولاد، على ايه؟ عين. يلا معايا واحدة واحدة كده. تلاتة في الحجم اللي هو مية، صح؟ على مين؟ على عين. عين بكام هنا اللي هي الارتفاع؟ 10. يبقى تساوي العشرة تروح مع مين؟ مع العشرة. التلاتة في عشرة بكام؟ 30 سنتيمتر. طبعا المساحة بالسنتيمتر ايه؟ تربية. يبقى بنقول ان المخروط لما يطلب مني مساحة المخروط، لإما ارتفاع المخروط، لإما نصف قطر قاعدة المخروط، لإما مساحة قاعدة المخروط ككل. لازم في الامتحان أكون مركز وأحل مسائل كتير عليه، مش هيخلق الامتحان النهائي من أي مسألة من الأربعة اللي إحنا قلنا عليهم دول بإذن الله. طيب درس سهل جدا زي ما قلت، أربط الدروس ببعض. حجم الهرم، حجم المخروط، لازم أربطهم الاثنين ببعض لأن نفس القانون، تلت ميم عين وتلت ميم عين. القاعدة هنا دائرة، القاعدة هنا مربع أو مستطيل أو مثلث أو شكل خماسي أو سداسي أو سداسي أو أي مضلع. طيب دلوقتي عندنا واجب بإذن الله، نتمنى أكون فهمت الدرس دوت كويس. عندي واجب بإذن الله في الكتاب القديم صفحة 192 أو في الكتاب الجديد صفحة 119. هناخد رقم 1 جيم ورقم 2 ألف. أهو يبقى الواجب. طبعا الواجب دوت لنفسك أنت عشان بتمرن نفسك، شوف نفسك فهمت من الدرس ايه. 192 في الكتاب القديم او 119 في الكتاب الجديد. رقم 1 هناخد مثلا جيم، رقم 2 هناخد منها الف. نتمنى التوفيق لكل طلابنا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.